هنعمل لهم بسكوت لذيذ قوي حادق، ما بيبقاش كله مسكر مسكر، بالجبنه عشان انا افتهم. طب ازاي دي؟ انا هعمل كوبايه دي واحده، عايز تعملي اكتر احملي، هحط لها بضايه وقطعه من الجبنه، تمام، قطع الجبنه حلوه كده قد ربع كوبايه او اكتر شويه جبنه، هي تتعجن بالجبنه والبيض بس. وعندي شويه كمون، كمون صحي حلو قوي، وهعملها ببيكنج باودر نص معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح وفانيليا، تمام. تعالوا نعملها مع بعض، هي بسيطه. وعامله انا كوبايه دي واحده بس، طبعا دي برده كبير وصغير ممكن ياكل منها، فممكن تعملوا اكتر براحتكم خالص. هناخد هنا بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، والفانيليا. تمام، ضربنا البيض اهو، هحط قطعه من الجبنه، مش محتاجه ماده دهنيه، لو عايزه تحطي حطي قطعه زبده بس عشان الجبنه فيها ماده دهنيه، فمش محتاجه ان انا احط لها حاجه، تمام. هعجن البيضه مع الجبنه، هحط الفانيليا بس هنا ورشه سكر بسيطه خالص وكوبايه الدقيق ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، مش مهم ملح لان انا عندي الجبنه فيها ملح، هحط لهم كمون ناعم معلقه صغيره، كل دي حاجات مفيده. واعجن بقى عجينه بسكوت، اخد شويه دقيق الم بيها. حلوه كده قوي، قطعه قطعه، بصوا العجينه جميله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص غير ايه، هي دي كوبايه دقيق، بضايه، قطعه من الجبنه، يعني ربع كوبايه من الجبنه، اي نوع جبنه بيضاء، اي نوع جبنه مثلثات، اي نوع جبنه مربعات، اي نوع جبنه، عايزه تحطي اي جبنه هتحطي بس تكونش ناشفه طريه، تمام، بس، وحبه الكمون والبيكنج باودر وخلاص على كده. انا افرد على كيس او على ورقه زبده علشان ايه اطلعها منها بسهوله الشكل. هناخد بالها على العجينه بقى، دي عجينة البسكوت اللي بالجبنة، حاجة مفيدة وصحية، حاجة مفيدة ومحترمة، عايزة تتريح بس دي عجينة، اشغل شوية دقيق، لو ريحتيها شوية مش هتلزق. نحطها تحت برضه دقيق شوية، حتى تلزق منك كده لازم تشيل العجينه من عليها، هي بس حطيها في كيس وريحيها في الثلاجه شويه هتلاقيها ايه بقت حلو. بسم الله بسم الله، نعمل مثلا حبه فراشه تمام كده عشان تلزق بقى، شويه تلزقها بميه، حبه لبن حتى، وتروحي حاطه كمون حب، ماشي عايزه تسيبها زي ما هي كده ما تحطيش كمون حب عليها خلاص، انا عايزه الزق بس الكمون عليها عشان يدي منظر. ممكن ايه، ممكن ناخد حبه ميه علشان انت صغنن كده، انت ميه لبن بيض اي حاجه، بس طبعا لو بيض حطي فانيليا، حبه الكمون ممكن يكونوا في النص بس كده، ماشي. طبعا لازم على طول اول ما تحطي الميه او ابتدى عشان بتتشرب ما نلحقش نلزقها فيها. ماشي